مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: كيف أعرف أن تأخر الدورة الشهرية بسبب تكيسات المبايض؟ هذا السؤال تطرحه الكثير من السيدات خوفا من إصابتها بتكيسات المبايض عند تأخر الدورة الشهرية مع عدم وجود الحمل، حيث تعتبر تكيسات المبايض من أكثر الأسباب شيوعا لتأخر الدورة. إن تأخر الدورة الشهرية لأيام قليلة هو أمر طبيعي لأن ذلك يتعلق بالهرمونات، ولكن تأخرها لأسابيع أو أحيانا لأشهر فذلك يدل حتما على وجود حالة صحية غير منتظمة، إذ هناك عدة أعراض وعلامات تترافق مع تأخر الدورة الشهرية وتدل حتما على وجود تكيس المبايض. فأعراض تكيس المبايض تبدأ بالظهور في مراحل مبكرة، وتكون الدورة الشهرية غير المنتظمة هي من أبرز الأعراض التي تشير إلى وجود تكيس المبايض، فتتأخر الدورة الشهرية عن مواعيدها بصورة ملحوظة، وقد يصل الأمر إلى مرحلة عدم نزول الدورة الشهرية بصورة مطلقة. كذلك من الأعراض التي تترافق مع تأخر الدورة الشهرية ويكون من شأنها أنها تشير إلى وجود تكيس على المبيض هي تلك الأعراض المتعلقة بالشعور بحالات قيء وغثيان شديدة، كذلك شعور بالتعب والإرهاق ناهيك عن التقلبات المزاجية الحادة، وشعور تارة بهبات ساخنة، وفي أحيان أخرى شعور ببرودة في الأطراف. فكل هذه الأمور سببها الدورة الشهرية المتأخرة الناتج عن وجود تكيس على المبيض، كذلك زيادة في الوزن وظهور بعض البثور في أماكن مختلفة من الجسم. فإذا انطبقت عليك هذه المعايير فقد يرجع تأخر الدورة الشهرية إلى تكيسات المبايض بنسبة كبيرة، ويمكنك التأكد من ذلك عن طريق زيارة الطبيب وعمل فحص السونار، حيث تظهر المبايض بصورة متضخمة مما يؤكد التشخيص. إن كنت ترغبين في علاج تكيسات المبايض لاستعادة الدورة الشهرية، يمكن عمل ذلك عن طريق حبوب منع الحمل، حيث تساعد على إعادة تنظيم إفراز الهرمونات الأنثوية ونزول الدورة الشهرية بانتظام. أما إن كنت ترغبين في علاج التكيسات لسهولة حدوث الحمل والتخلص من ضعف الخصوبة، فيتم ذلك عن طريق تناول بعض الأدوية والتي تساعد على تحفيز المبيض وخروج البويضات الناضجة منه، وفي الحالتين يجب أن يتم ذلك مع محاولة إنقاص الوزن في حالات السمنة، حيث يساعد الحصول على وزن مناسب وصحي في التخلص من مقاومة الأنسولين وعلاج التكيسات بشكل كبير.